يقول السائل: ما حكم فتح حساب في البنك لاستلام مساعدات مالية لصالح جمعية خيرية؟ لا بأس بذلك إذا كان ما فيه استثمار ربوي، وإنما تفتح حساب للمتبرعين يودعون تبرعاتهم بالبنك من باب الإيداع فقط، لا من باب الاستثمار، من باب الإيداع للحفظ فقط، لا بأس بذلك، لأن الناس يحتاجون إلى هذا الشيء، وهذا مما يعين المتبرعين ويحفظ المال من الضياع. الممنوع الاستثمار الربوي، هذا هو الممنوع. نعم.